السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة سعد الحجر. النهاردة إن شاء الله هنشارك مع بعض شوية نصايح لو التزمتوا بيها في التصميم بتاعكم أو طبقتوها في التصميم بتاعكم إن شاء الله هيفرق معاكم، لأن الحاجات دي بناء على خبرة بقى لها فترة كبيرة، فإحنا بنحاول ننقل لكم كل الحاجات اللي إحنا نعرفها. فياريت تتابعونا للآخر، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تكتبوا لنا في الكومنتات كل الحاجات اللي أنتوا عايزينها، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة معانا النهاردة هي المقاسات. أنت لازم تعرف المقاسات العالمية لمقاسات الورق ومقاسات الطباعة ومقاسات تصميمات السوشيال ميديا عشان خاطر تقدر أن أنت تعمل تصميمك بدون مشاكل، لأن أنت لو فتحت أي مقاس واشتغلت عليه وجيت تعدل عليه بعد كده هتضطر ان انت تاخد وقت كبير جدا في تعديل الاليمنتس والشيب والتكست والحاجات بتاعتك، هتحطها في اماكنها تاني وهتظبط اماكنها تاني، فهتاخد منك وقت كبير جدا. اول حاجه عندنا هي مقاس الورق. مقاس الورق، اكبر مقاس معانا في الورق هو المقاس اللي قدامنا الكبير ده، تمام؟ ده مقاسه متر في 70. المقاس ده كده يعني عرض في ارتفاع متر، هنا 70، ونص المقاس ده بيبقى 50 في 70، ده كده 70 وده كده 50، وبعد كده ربع الفرخ، ده نص فرخ تمام، وده ربع فرخ. ربع الفرخ كام؟ 50 في 35. بعد كده ثمن الفرخ، ثمن الفرخ بيبقى 25 في 35، تمام. بعد كده بقى بتخش على المقاسات اللي هي اصغر، لكن دي بتبقى صعبه شويه لانها بتهدر مع المكان وكده، دي بتتجمع جنب بعضها بقى في الفرخة او في النص او في الربع. فأي مقاسات صغيرة بتتجمع مثلا في النص فرخ او بتتجمع في الربع او بتتجمع في التمن. فانت لو عندك مثلا مقاس بيزنس كارت، هنيجي كده مثلا نعمل مقاس بيزنس كارت، نضغط كده هنيجي مثلا نعمل 9 سنتي في 5 سنتي، قول اوكي، هيبقى معانا المقاس بالشكل ده. بيبدأ اللي هو الفني المونتاج والطباعة والحاجات دي بيبدأ يجمع بقى كل الكروت اللي عنده. هو بيبقاش كارتك لوحدك او بيبقاش التصميم بتاعك انت لوحدك، بيبقى كذا تصميم معاه او كذا كارت، ويبدأ يمنتج الكروت كلها في المساحة بتاعت نص الفرخ. لو المكنة نفسها بتطبع نص فرخ او بتطبع ربع فرخ بيجمع برضو في نفس المكان. هنا بتاخد 30 كارت الربع فرخ، بتاخد 30 كارت، اما في النص فرخ بتاخد 60 كارت. لو هو بيطبع فرخ كامل هتاخد 120 كارت، تمام. فلذلك هي تجميعة، حاجة اسمها تجميعة المونتاج بتاع الطباعة. يبقى انت كده عرفت ازاي المطبعة بتجمع شغلها في النص فرخ او في الربع فرخ او في التمن فرخ بنفس الطريقة، تمام. وانت لو عندك مقاس زي ده بيبدأ فني الطباعة او المونتاج بيبدأ يجمع كده كل المقاسات اللي عنده بالطريقة دي، تمام، ويجمعها في كل الفرخ او في كل الربع فرخ او في كل النص فرخ. فانت لازم تكون عارف المقاسات دي. طيب تمام، انت عندك مقاسات رئيسيه ومقاسات معروفه ستاندرد عالميه، اللي هي ايه بقى؟ لما تيجي كده تفتح اي ملف عندك هنا وتيجي مثلا على البرنت هنا بتلاقي مثلا A4، الA4 ده كام؟ 210 مللي في 29 في 297 مللي، برده لو خليتها بالسنتي هتبقى 21 في 29.7. تيجي A3 دبل A4 يعني قد A4 مرتين، هتبقى كام؟ 29.7 فوق اللي هي العرض، وفي الارتفاع 42 او 420 مللي، تمام. بعد كده A5 نص A4، كلها مقاسات ستاندرد يعني انت ما تقدرش تغير فيها. لو قال لك اعمل لي A4 يبقى A4 معروف، A3 معروف، A5 معروف، في B4 وفي C4 والحاجات دي كلها، المقاسات كلها مكتوبة عندك هنا. لو حبيت ان انت تتعرف عليها حاول ان انت تبص عليها نظرة سريعة كده. نيجي بعد كده لمقاسات السوشيال ميديا. الناس اللي شغالة في السوشيال ميديا عارفين المقاسات مظبوط، لكن احنا برضو بنحاول نقرب لهم الحكاية شوية. عندك هنا لو بصيت هنا شيرد امج اللي هي البوست اللي انت بتعمل له شير، تمام، هنا بيبقى 1200، ده في الفيسبوك 1200 في 630، وممكن تعمله مربع 1200 في 1200 عادي او 1000 في 1000، تمام، بس ده المقاس المظبوط يعني. هنا برضو ده البروفايل 180 في 180، اعمله مربع يعني حاول تخليه مربع. لو جيت عملت الكفر بتاع فيسبوك هتلاقيه برضو للديسكتوب حاجة وللموبايل حاجة يعني، تمام. لو هتعمله للديسكتوب او الكمبيوتر هيبقى 820 في 312 بيكسل،
والموبايل هيبقى 640 في 360 بكسل. الحاجات دي المفروض انت تخش على جوجل كده وتبحث على مقاسات السوشيال ميديا وهتلاقيها كلها موجودة وهتساعدك. يعني لو دخلنا مثلا على تويتر نفس الحكاية، الدايرة دي 400 في 400 بتتعمل مربع، ما تتعملش دايرة، هي بتيجي بتظهر دايرة لكن انت بتعملها مربع، وتخلي الحاجات بتاعتك كلها داخل المنطقة دي، ما تحاولش ان انت تحط في حاجة في الاركان هنا عشان الدايرة هتشيلها. تمام. وعندنا هنا الهيدر، الهيدر هنا هيبقى 1500 في 500. تمام. وهنا البوست بتاعك هيبقى 1024 في 512، ده بالنسبة لتويتر. اما بالنسبة للانستجرام عندك هنا 110 في 110، ده عشان الفوتو بتاع البروفايل. عندك هنا الصورة المصغرة اللي هي الثامبنيل بتبقى 161 في 161 بكسل. ونيجي نبص هنا، ده للبوست بتاع الانستجرام بيبقى مربع، بيبقى مثلا 1080 في 1080، 1000 في 1000، 1200 في 1200، المهم يكون مربع، بس ده المقاس المظبوط. لو انت عملته 1080 في 1080 بيبقى مظبوط. ده بالنسبه للستوري او القصه اللي انت بتنزلها بتبقى 1080 في 1920. تمام. فانت لو دخلت وبحثت هتلاقي الحاجات دي، لازم تكون عارف عنها كل حاجه بحيث لما تيجي تصمم انت ما تاخدش وقت في التفكير هي والمقاس قد ايه او ازاي او ليه. تاني حاجه عندنا قاعده الثلاث اثلاث. انت لما تيجي تصمم حاجه بتبقى في الاول حاول تعمل الجايد ده بحيث ان انت تظبط التصميم بتاعك. في الجزء ده كده بيبقى فيه التقاطع ده، التقاطع ده، التقاطع ده، وده وده. دي قاعده الثلاث اثلاث، بتعمل لك اربع نقط هنا. انت لو حطيت الحاجه اللي انت عايز تبينها للجمهور او للعميل في المكان ده، انت كده بتنظم التصميم بتاعك بطريقه ملفته للنظر، لان اول ما هيجي يبص على التصميم عينيه هتيجي عليه مباشره. احنا هنا بالنسبه للازازه دي، ده التصميم اللي احنا كنا عاملينه الفيديو اللي فات، احنا اخترنا المكان ده بحيث ان هو خدت النقطتين دول، بقى هو في المكان ده. اول ما تيجي عينيك على التصميم هتشوف ازازه، وده الكلمه او التكست ثابت في المكان ده. تمام. فهي برضو عينيك هتيجي عليها. وعندك تأثير تحت هنا واحنا عملناها اللي هو المحفور في الارض ده، برضو عينك هتيجي عليها لان هي ثابت برضو في نفس النقطة. ودي قاعدة لو استخدمتها هتريحك جدا، وهتلاقي نفسك بتنظم العناصر بتاعتك بسهولة، بدل ما انت مش عارف تحطهم فين هتلاقي نفسك منظم التصميم بسهولة. وكل تصميم وله نظام، انت ممكن تحط بعد كده التصميم في الوسط هنا، يعني ممكن تحط الصورة الرئيسية بتاعتك في الوسط هنا. تمام. وبعد كده تبدأ توزع بقية العناصر بتاعتك في المناطق دي. تمام. بس كل تصميم وله نظام، لكن انت لو اشتغلت على طريقة بتاعت التلات اتلات هتلاقي نفسك مرتاح جدا وانت بتصمم. نيجي لتالت حاجة معاك. تالت حاجة هي المساحة البيضاء، المساحة البيضاء او المساحة الفاضية. معنى كلمة المساحة البيضاء مش المساحة الفاضية، مش المساحة البيضاء دي ان هي ارضية بيضاء ولا حاجة، لا، ممكن يكون فيها لون عادي مفيش اي مشكله، لكن الفراغ بين التكست وبعضه. انت شايف التصميم ده مزحوم جدا والحاجات داخله ببعضها كده، كبيره قوي كده وداخله ببعضها، فانت يعني ايه مسبب لك برضو قلق شويه، يعني عينيك مش مرتاح. لكن انت لو عملتها كده مثلا هتبص تلاقي في فراغات كتير، تكست واخد راحته. انت اول ما هتبص على كلمه سعد، وبعد كده الحجر، وطبعا انا شغال على لونين بس اهو، فانت لو جيت كده هتلاقي جرافيك ديزاينر ديت بلون ارضيه اللوجو، انك هتروح عليها على طول. بعد كده العنوان والادرس والحاجات دي هتلاقيها معموله بشكل سيمبل بسيط، وحواليها فراغ مبين بعضه، يعني مبين التكست، انت مبين الفراغ والفراغ مبين التكست، واللوجو هنا واضح وصريح. وعندك كده هنا احنا مجزئينها جرافيك برنت ديزاين، يعني احنا لنا في التخصصات الثلاثه مثلا. اما هنا في الجنب ده فالدنيا سايحه ببعضها، ما انتش التصميم مش تصميم محترف. حاول تبسط الامور شويه. تمام. هتلاقي كل الامور باينه قدامك، والتصميم ملفت للنظر ومريح للعين وبكل سهوله، مش هتحتاج منك افوره في التكست ولا افوره في اللوجو والحاجات دي. رابع حاجه معانا هي الايقونات. لما تيجي تستخدم مثلا ايقونه للتليفون او ايقونه لللوكيشن او الايميل ادريس او كده، هتبص تلاقي نفسك مثلا احيانا بتاخد مثلا ديت وتقوم رايح مثلا واخد دي معاه، ده غلط. ليه بقى؟ القاعده شاذه كده. المفروض انت خدت الحاجه اللي لها ستروك او لاين خارجي، دي بتيجي هنا تاخد اللي لها لاين خارجي. لو خدت انت اللي فيها دايره دي
مثلا جواها دايره، عايز اللوكيشن مثلا بتاخد اللوكيشن ده، ما ينفعش تاخد دول. ليه؟ لان بيحصل بينهم تضاد كده، بتحس ان الموضوع مش مظبوط معاك، عينيك مش مرتاح. بتاخد حاجه ملونه، خدها برضو من تحت بعضها كده. شفت العواميد دول؟ هسيب لكم الايقونات دي في الديسكريبشن تشوفوها وتبصوا عليها. لما تيجي تشتغل اشتغل من الصف ده كده، عايز تشتغل هنا اشتغل هنا. ليه بقى؟ لان كلهم من نفس الفصيله او من نفس الاداء. تمام؟ يعني هنا البنترست يمشي مع الفيسبوك هنا، لكن ده ما يمشيش معاه. لما تيجي تحطهم جنب بعض كده مش هيبقوا مظبوطين. حتى في اختيار الالوان، لما تيجي تشتغل على الايقونات اللي هي لون واحد مثلا، ما ينفعش تاخد ده وتاخد ده على فكره. لا، انت المفروض خدت ده تقوم جاي واخد ده ومغير لونه نفس اللون ده، او تغير ده نفس ده، يعني حسب ما انت عايز، بس كلهم يكونوا لون واحد، يكون في تناسق بين الالوان وبعضها. لو جينا وفتحنا الكارت اللي احنا كنا عاملينه من شويه ده، هتبص تلاقي احنا عندنا ايه؟ كل الايه؟ الايقونات شكل بعضها. لكن انا لو جيت مثلا على ايقونه منهم كده وخليت لونه كده مثلا، هيبوظ معايا التصميم. ليه؟ لان انت اول عينيك ما هتروح عليه هو لوحده، مش هتروح على الحاجات دي، لان هو الوحيد المختلف، في تضاد بينه وبين التصميم كامل. تمام؟ وما ينفعش ان انت تشيل الدايره خالص وتخلي مثلا الايقونه بتاعت التليفون بلون تاني مثلا كده. ان انت لو عملت كده هتبص تلاقي في مشكله، في عينيك مش مرتاح. فدي قواعد للتصميم، لو انت استخدمتها انت هترتاح جدا في التصميم بتاعك. خامس حاجه معانا هي الخطوط. الخطوط زي ما انتم شايفين كده معانا ثلاث انواع. النوع الاولاني اسمه سيرف، او بالعربي كلاسيكي. كلاسيكي اللي هو العادي، الخط العادي. الخط السيرف ده بيبقى فيه زيادات كده زي ما انتم شايفين كده، شايفين الزيادات اللي في الحروف دي، حاجات كده تحت كده، دي هي الخطوط الكلاسيكيه. نيجي للي بعد كده اسمها سان سيرف، دي الخطوط الحديثه او العصريه. الخطوط دي سلسه جدا وسهله، وما فيش حاجه موجوده في الحواف بتاعتها او في الاطراف بتاعتها. خطوط ايه؟ بتتحدث اول باول كده، تحس ان هي ايه؟ خطوط عصريه لاي وقت، تنفع لاي ايه؟ شغل. النوع الثالث عندنا اسمه ديسبلاي، اللي هو العشوائي او الفاني، حاجات فاني، حاجات مثلا انت لو عايز تعمل حاجه الحضانه بتعملها بنوع خط معين، عايز تعمل حاجه لمدرسه بتعملها بنوع خط معين، عايز تعمل حاجة رسمية لبنك لحاجة بتعمل بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام؟ في العربي وفي الانجليزي هتلاقي نفس الحكاية. النصيحة بتاعتنا ليك ان انت تستخدم خطين في التصميم بتاعك، او ثلاثة. ثلاثة ديت يعني انت ايه؟ خلاص انت ايه؟ مضطر. لكن خطين يكون افضل، ولو من نفس الفصيلة يكون افضل. يعني انت مثلا خدت، هنشيل دي كده، نطفي دي كده بعد اذنكم، هنشتغل مثلا على ده. تمام؟ هتشتغل عليه، تاخده كده قلط منه، ده مثلا التكست بتاعك يكون بولد كده، ولو بصيت هنا في البروبرتس هتلاقي في الاوزان، انت خد الوزن اللي بعده اللي هو اقل، تبص تلاقي نفسك تمام، وتصغر الخط ده عن الخط اللي فوق كده، مفيش اي ايه مشكله. لكن ما ينفعش مثلا انا اجيب ده هنا، يعني كده الوضع مش مظبوط، هتلاقي نفسك كده في مشكله، مفيش توازن، مفيش تناسق بين الخطوط وبعضها، تلاقي في حاجه غلط. انت كمبتدئ هتحس بيها برضو. برضو هنا نفس الحكايه، لو جبت ده ممكن تاخد من نفس الستايل ده، الستايل اللي هو فيه زيادات والحاجات دي، هتدور مثلا في الخطوط عندك، يجي هنا في الخطوط هتدور وتاخد حاجه ممكن كده. تمام؟ وتصغرها شويه، هتلاقي نفسك ايه؟ من نفس العينه بتاعتك، او من نفس الاسره بتاعت الخط. ما تبعدش عن الخطوط. ثانيا، ما تكترش كتير جدا عندك في المكتبه بتاعتك خطوط، يعني انت ما تنزلش على الجهاز مثلا 1000 خط 2000 خط، ده اولا هيتقل معاك البرنامج، ثانيا انت هتحتار وانت شغال، مش هتعرف انت اختار خط ايه، هتبقى محتار ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ايه. انت معاك من 15 ل 20 خط نزلهم على الجهاز، والباقي اعمل له فولدر بره، وحط الخطوط يا عم اللي انت عايزها كلها بره، ما فيش اي مشكله، حطها معاك في فولدر على الجهاز. منين ما تحتاج خط او عميل يقول لك انا عايز نوع خط معين، نوع خط معين، انت بتنزل الخط ده وتستخدمه في الشغل بتاعك. لكن انت لو كترت عندك كتير جدا في الخطوط، هتبص تلاقي الجهاز بيهنج معاك، وهتلاقي انت محتار مش عارف تختار اي خطوط. انت حاول تختار من كل اسره 5 أو 10 خطوط، تمام، من الاسر دي، وتبدا تاخدهم، ويا ريت يكونوا باوزان، اوزان مختلفه، زي ما احنا عملنا دلوقتي بولد وريجولار وايطالي ومش عارف ايه، يا ريت تختار خطوط لها اوزان بحيث ان هي تسهل معاك التصميم. سادس حاجه معانا هي الالوان، ومفيش
التصميم بيخلو من الالوان طبعا، ما ينفعش تعمل ارضيه بيضه وخلاص وتديها للعميل يعني، لا لازم يكون في الوان، لكن مش بالمنظر ده. انت احنا هنا عاملين فرح الوان، طبعا اللي بيجي يبص على التصميم بيتوه، لكن احنا لو جينا مثلا كده وطفينا ده وشغلنا ده، بص كده التصميم ده من الاولاني هتلاقي نفسك هديت اصلا، يعني لقيت نفسك انت ارتحت شويه، تمام؟ لان الالوان اللي قدامك دي ممكن لونين او ثلاثه بكتير يعني، او درجات من لون واحد. بنشوفها بقى درجات من لون واحد، لو طفينا ده فتحنا ده كده وبصينا، ده كله لون واحد هو الازرق لكن بدرجاته، تمام؟ وده مش لون، الابيض ده مش لون لان ده مش بيطلعش في الطباعه، فما هوش لون، فانت شغال على لون واحد. فبرضه عطتك الهدف من التصميم، تمام؟ انه مقري اولا، في كونتراست بينه وبين اللون، لون التكست ولون الارضيه بتاعته في كونتراست بينهم، في تباين، فبيحصل ان انت بتشوف بسرعه الهدف من التصميم. فيا ريت ما تستخدمش اكتر من ثلاث الوان، ثلاث الوان فقط لا غير في التصميم، ولو حاولت تعملهم اتنين يبقى انت كده برنس، ولو عملت واحد يبقى انت كده برنس البرانيس. فدي نصيحتي ليك بالنسبه للالوان. بعد كده بنيجي لحاجه اسمها التسلسل الهرمي. التسلسل الهرمي احنا مش عايزين نكلك عليك المصطلحات ولا ونكبر عليك المواضيع، لكن احنا بنحاول ان احنا نزقك في الطريق الصح. انت عندك تكست زي ده كده وعايز تحطها على صوره زي دي، تعبر عن الصوره اللي موجوده او التصميم بتاعك. انت كده سكبت الماء في اناء واحد او حطيت البيض كله في سله واحده، كده اللي هيجي يبص على التصميم مش هيرتاح رقم واحد، ثانيا انت مش محدد له هو ايه اللي بيحصل، تمام؟ فانت لو جينا مثلا شلنا ده كده واشتغلنا كده، اول معنيك هتيجي على التكست ده، لان هو كبير اولا، انت عايز توضح شيء التكست ده بيتكبر وكده الاول، هو بيبقى اكبر تكست موجود. بعد كده بتيجي الحاجات الثانويه بقى، الحاجات الفرعيه اللي انت عايزه يقراها. طيب انت لو عايز توضح اكتر من كده، عايز توضح اكتر من كده او تسلسل احسن من كده، هنيجي هنا كده، ده نطفيه نفتح ده، هيبص هنا. بعد كده في عندي فقرات، عندي كده ايه رؤوس عناوين اهي، انا عايز كذا وكذا وكذا، او الحاجه ديت بتدل على كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب انا لو عايز اوضح اكتر، يعني عندي حاجات عايز اخليها هي اكتر وحاجات لا، بخش هنا كده اطفي ده كده وافتح، ابص الاقي نفسي ركزت اكتر، اللون هنا واضح، عملت له ستروك وعملت له دروب شادو، الحاجات دي اهم شويه من الحاجات دي. انا لو عايز ديت، لو حطيت اصلا ديت هنا فوق كده وجبت دول كده كبرتهم شويه كده، هتبص تلاقي العميل برضو اول ما هيبص هنا، مش هيبص في الجزء ده، اول ما هيبص هنا وبعد كده هنا، تمام؟ وهيرجع يبص هنا. يعني المكان مش مهم بالنسبه لتسلسل الهرم، تمام؟ هو المكان مش مهم، هو انت عايزه يبص فين وبعد كده يتسلسل معاك الهرم بتاع الـ النظره على التصميم للشيء اللي انت عايزه. يعني ده عايز تصغره خالص بقى، هتصغره خالص كده، تمام؟ وتجيبه هنا مثلا هنا كده، ولو جبت دي وحطيتها هنا هتبص تلاقي اللي هيبص هنا الاول وبعد كده هنا وبعد كده هنا. فهو ده التسلسل الهرمي، ازاي تخلي العميل او الجمهور اللي بيتفرج على التصميم بتاعك ينتبه لاول حاجه انت عايزها، بعد كده تاني حاجه، وبعد كده اخر حاجه. بعد كده في حاجه عندنا مهمه جدا، اللي هي ازاي تنظم الجهاز بتاعك عشان يسهل عليك البحث ويسهل عليك الشغل. لازم تنظم الجهاز بتاعك. انت بتخش على جهاز الكمبيوتر بتاعك وبتبقى عامل مثلا فولدر وتسميه مثلا ايه 2022، تمام؟ دي طريقتي انا في تنظيم الجهاز بتاعي، وبخش جوه وبعمل فولدر مثلا انا شهر 1 و2 و3 و4، احنا في شهر 10 مثلا هنعمل 10 كده، ونخش جوه. انا بشتغل ايه؟ بشتغل مثلا السوشيال ميديا، بس يبقى سوشيال ميديا سوشيال مثلا، تمام؟ اوكي. بعمل فولدر تاني بعمل بيزنس كارد، كمان بعمل كاردس اوكي، وباجي تاني اعمل مثلا بانر، اوكي، بحط الحاجات اللي انا بصممها كلها. اخش جوه مثلا في البانر، لما اجي اسجل اي تصميم يا ريت اسجله باسمه والتخصص، يعني مثلا انا بسجل مثلا ايه الحجر للدعايه والاعلان، بكتب للحجر للدعايه والاعلان، او مطبعه الحجر كده، يعني بكتبها كده مطبعه الحجر، لان لما اجي ابحث ببحث باسم المطبعه مثلا، او اكتب مطبعه، او بكتب مطبعه الحجر. لما اجي مثلا اعمل سوشيال ميديا او كارت وكاتب مثلا فيروز زي ما احنا عاملين، هكتب هنا فيروز، مشروب فيروز، بسجل وبسجل المقاس كمان، يعني مثلا بعمل بانر وبسجل المقاس، في البانرات بسجل المقاسات، في السوشيال ميديا برضو حاول تسجل المقاسات، بس مش مهم قوي في السوشيال ميديا،
لكن بالنسبه للبنرات والبوسترات والحاجات دي بتسجل الاسم، اسم العمل نفسه كذا كذا لكذا، يعني الصفه بتاعت العمل نفسه تمام، ومقاساته، واذا كان بانر او فليكس او فينيل او حسب او سيسرو او حسب الخامه اللي هو هيتطبع بيها. ما اعملش مثلا الحاجه كده كذا كذا وخلاص، يعني الحجر للدعايه انا عملتها الحجر للدعايه ماشي، طب ماشي ده ايه، بانر بتاع المحل الرئيسي ولا بتاع الباب اللي هو الازاز السيكوريت بتاع السيسرو، ولا فينيل محطوط في مكان معين او لا. انت لازم تحدد كل حاجه انت عاملها، اذا كانت سيسرو نوعها، نوع البانر اللي هيتطبع اذا كان بانر او فليكس او فينيل او سيسرو، واذا وفي الكروت اذا كان يو في، اذا كان الكارت ده يو في بتكتب عليه يو في عشان لما تبعته للمطبعه يعرف ان انت عايزه يو في، عايزه مط او سلوفان مطفي تمام، او سلوفان برايت لميع مثلا، برضو بتبعتها لهم كده. تبقى انت محدد كل حاجه وعارف انت بتعمل ايه تمام. السوشيال ميديا، اذا كنت انا بعمل مثلا السوشيال ميديا دي معموله خاصه بمستشفى، بتكتب اسم المستشفى وهم عايزين يعملوا مثلا كفر للفيسبوك، عايزين يعملوا للانستجرام، عايزين، بتكتب انت كل حاجه، بتكتب مثلا ده انستجرام باسم، بتعمل فولدر باسم المستشفى، بتكتب مثلا انستجرام، بتكتب فيسبوك، بتكتب حسب ما انت عامل لهم التصميمات بتاعتهم. فده بيريحك جدا لما تيجي تطلع مثلا بره خالص. وانا لو دخلت على الملف نفسه كده وجيت هنا كده كتبت بانر اهو تمام، هيجيب لي الملف اللي فيه البانر، هنا هو بانر ورقم 10، ده شهر 10 مثلا في سنة 2022. بعد ما تخلص 2022 على خير ان شاء الله، وهتبدأ في 23 تبدأ بقى تعمل 2023 في كذا كذا كذا، بحيث انت تبقى انت محدد الاماكن والمواعيد اللي انت اشتغلت فيها، وعارف انت سنة 22 كان تصميماتك عاملة ازاي. لما تخش على 23 وتبص هتلاقي التطور بتاعك وصل لايه، 24 وصلت لايه، فانت كده بتتابع نفسك وبتتابع تطورك كمصمم. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، يا ريت كلنا ناخد بالنا منها. انت راجل مبتدئ، ما ينفعش تروح تشتري هارد فيه تصميمات جاهزة وتبدأ تشتغل تطلع منها شغل للعميل بتاعك او الشغل كده، لان انت كده بتقتل نفسك كمصمم. انت راجل بقالك مثلا 10 سنين 5 سنين مثلا، ممكن تجيب هارد ولا حاجة يساعدك او ينجز معاك ولا حاجة، وتغير، هتقدر تغير عليه وتظبط عليه، لان انت عارف الادوات فعلا وتقدر تعمل الحاجات دي وعارف التصميم كويس. لكن انت كمبتدئ ولسه صفر، ما ينفعش تجيب هارد زي اللي بيتباع دلوقتي في السوق، كل شوية حد ينزل ويبيع هارد تمام. انا اشتريت الهارد ده على فكرة قريب عشان اشوف هما بيعملوا ايه، يعني الهارد ده فيه ايه، يعني لقيت الهارد ده صفر. انا حبيت اشوف التجربه دي بيعملوا ايه، يعني هو بيشتري هارد ليه، هو دماغه خلاص وقفت او هو عايز ايه يعمل ايه. لقيت ان في ناس اصلا ما لهاش في التصميم خالص، اشترت الهاردات دي ويغير تكست، بيغير العنوان ورقم التليفون وبتاعه وخلاص، ويغير مقاس لو في مقاس ولا حاجه مختلفه ولا حاجه. صراحه انت بتقتل نفسك وبتقتل الابداع جواك وبتقتل نفسك كمصمم، لان هو الهارد ده فيه قد ايه، يعني فيه كام، يعني فيه كميه شغل قد ايه، هتخلص. طيب بعد كده انت لازم تكون انت بقى ابداعك يطلع، تبين ابداعك ده وتنمي مهاراتك كمصمم. ما ينفعش ان انت تشتري هارد وتبدا تشتغل عليه كمصمم، يعني حد يطلب منك تصميم تبعت له التصميم ده، انت كده بتقتل نفسك. انت مع الوقت هتلاقي نفسك ما اتطورتش اصلا. ان انا بصراحه الموضوع ده جاب سكتي كده، فحبيت ان انا اقول لكم عليه، لان هي نصيحه ممكن تحس ان هي اول مره حد يقولها، بس بصراحه انا شايف ان دي قاتله، دي انت كده بتقتل بدايتك، انت كده بتنهي على نفسك قبل ما تبتدي. هتبص تلاقي نفسك مع الوقت مع 3 4 سنين كده هتلاقي نفسك اصلا ما انتش مصمم، انت راجل بتغير تكست مكان واحد تاني اجتهد، وهو راجل بيبيع، بيبيع وما فيش اي مشكله وبيشتغل وبيبيع وكل حاجه، هو ما عندوش اي عيب، هو بيبيع تصميماته. انت اللي غلطان، انت مصمم مبتدئ، لازم تتقن الادوات ولازم تعرف الالوان وتعرف المساحات البيضاء وتعرف ازاي تنظم التصميم بتاعك. انا ممكن اشتريه اتفرج، انا اشتريته واتفرجت عليه، والله ما دخلت حاجة منه نهائي في شغلي. ليه؟ لان هي بداية النهاية. فدي كانت نصيحة كنت حابب اقولها بصراحة وكانت مضايقاني جدا. واخر النصيحة معايا، انا عايزك تبقى بسيط، يعني ما تكبرش المواضيع، يعني جالك تصميم فيه تكست وصورة وبتاع، يعني ما تكبرش، بتحطش خبرتك كلها اللي انت عرفتها في الفوتوشوب او في الالستريتور او في غيره في تصميم كارت، يعني ما ينفعش. هو التصميم ايه؟ كلمتين بتحط لهم باك جراوند كويسه، او بتحط لهم صوره ملفته، او لوجو مثلا بيترسم، او حاجه بسيطه كده. هتبص تلاقي اصلا العميل مرتاح للتصميم، حتى لو هو مش احترافي
هتبص تلاقي هو مرتاح له، لكن انت هتحط كل حاجه بقى عايزها عن البيجل مش عارف وال3 دي والبتاع، الموضوع مش كبير قوي، كل حاجه في كل مقام مقال، وكل حاجه وديها على قدها. ويا سيدي حاول تدينا لايك كده وتدوس سبسكرايب عشان الفيديوهات اللي جايه، لانها فيديوهات مهمه جدا. وبالتوفيق ان شاء الله. وختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.